انا في عمري 63 عام، والدي خلوني هنا. كاين الناس اللي عندهم كبر مني في العمر، كاين الاراميل، كاين كل شيء، جاو عندنا هنا قالوا لنا ودي غادي تحيدوا غنتفاهموا معاكم، حنا بغينا داك الشيء سلمي بيننا وبينهم. حيدنا القصدير، جاو هما ريبو في الاخر من الاخر، قالوا لنا ندير معاكم مزيان. داز سيمانه بدينا نسولوا على راسنا، بداو تيلعبوا بينا، تيقول لك القائد سيروا عند المقدم، المقدم يقول لك شي عند الباشا، القائد الثاني تيجي عنده يقول لك لا سيروا عند المقدم هو اللي مكلب الدواسه ديالكم، تيلعبوا بينا. من 62 وانا هنايا عايشين عند الناس، غنتلاوطوا كاين مغارف، كل نهار يحرك بينا واحد صافي. لاحونا لاحونا على طول يديهم. انا ما بغيتش نخرج، تريب ليا من هنا، دخل من هنا وريب ليا الحيط، خشى هذيك اللي كتريب وريب ليا على حوايجي ولا كلشي. غايجيو شي حاجه يعاودوا لكم؟ معودوا لنا في الخلا، شكون اللي تيتي تشتيهم تشوفهم؟ غلا بغينا نجمعوه كيطلعوا علينا من داك ويجريو على اللي يعرفوا يخليو الاخرين. طلبت انا بحالي بحال الناس، بقع ولا سكنه ولا براكه كاع اللي عطاو ليا. جيت زحيلي كنمشي ليه غنلقى فين نسكن. حنا سكننا هنا من واحد المده من 1940 وحنا ساكنين هنا. كاينين هنا الناس ما عندهمش، ما في استطاعتهمش باش غادي يشريو الشقق. حنا كنطلبوا البقع وحنا ما عندناش، وناس كبار والمقدم والقائد والباشا جاوا وداروا الاحصاء ديالهم، وفي الاخر قالوا لنا نعطيكم البارتمات. حنا ما بغيناش البارتمات، حنا كنطلبوا البقع بحالنا بحال جميع الكرينات ديال الدار البيضاء. الا بغا يديروا معنا شي حاجه راه غادي يعطونا حقنا، الا ما بغاش يديروا معنا راه الله يعفو منا. عندنا حق. اما انا راه كنعتبر في الزنقه راه ثلاث شهور انا كنعاني بالبرد وبالمشاكل، الماكله ما كناكلهاش، الناس ما كننعش، وما خدام ما ردا ما والو. حنا مخشين في هذا البرك هذا، ما كاينش اللي كيقولوا حتى شي حاجه. من جاو هما قال لك حيد السقف وشردونا، وجاو ريبو لينا ريبوهم بالطريقه ديالهم، ما قلنا لهم حتى شي حاجه. وقال لك سيروا تشكريو بلي ما نضبوا لكم على الشقق، ما داروا معنا والو. انا لحد انا باقي نعجب الزنقه ثلاث شهور، باش نعجب الزنقه نهرب، باش نعجب الزنقه راه بزاف عليك. امرت فيها وما عنديش باش حتى الدواء ديالي، ما كاينش اللي كيشريه ليا. خرجنا على اساس بوقع، ومن وراء هاد الخرجه اللي خرجنا ما قالوش لنا بقع، قالوا لنا كاينين شقق، وحنا ما مأهلينش للبقع، ما مأهلينش حنا للبارطماج للشقق، مأهلين للبقع. قلنا زعما تا كيقولوا يعني انسان 2 مليون شنو يقدر يدبر فيها بنادم يموت فيها يتسلف، اما 12 مليون ما عنديش، و 12 مليون تدخل للبنكه غتولي 24 مليون، ولا وليت 24 مليون هذاك هو تشرد بعيني. يعني حنا دابا راه واقفين عند الاهل ديالنا، كاين اللي خارج للزنقه، كاين اللي متشرد، الله اللي حاس بينا، حتى واحد ما حاس بينا سواه. وكنطلبوا من سياده السلطات تعامل معنا مزيان، وسيدنا راه كما عطى لهاد الناس البقاع راه عندنا حنا بقاع، وباقي ما بغاوش يتعاملوا معنا هاد الناس ويعطيونا داك الشيء ديالنا. هادشي اللي كاين. الشقاق درنا شكايه، باقات الشكايه باقا ما توسطناش بالجواب ديالها. كنتسناو الجواب من الفارغ الصبر، الناس كاملين كتسنى من الفارغ، حتى واحد ما قاد عليه يزيد نهار ديال الكره ما قادش يزيدو. دابا رانا حنا دابا تقريبا شهرين ثلاث شهور حنا دابا حنا ساكنين، حنا دابا تقريبا ثلاث شهور حنايا محوزين. عاد كاين اللي محوز، كاين اللي ساكن، كاين اللي كاري، كاين اللي ما قاد على والو، كاين كينعس في الزنقه. وحنا كنطلبوا منهم يديروا معنا شي حل، الله يجزيهم بخير والله يرحم لهم الوالدين. وتنطلبوا من صاحب الجلاله يدخلوا السلطات المعنيه تدخل لينا باش حنا نتحاسبوا، حنا راه مواطنين كاينين في البلاد وحاسين بالوجود ديالنا في الارض ديالنا.